عليكم ومرحبا بكم في حلقه جديده من سلسله ملح وحلو. في هذه الحلقه هذه غادي نقدم لكم بديله الشباكيه كنسميهم البليغات. هاد البليغات هادو ساهلين اقتصاديين والناس اللي ما عندهمش الوقت باش يشبكوا ولا ما عندهمش الهوايه ديال الكوزينه بزاف دغيا تيوجدوا. كنتمنى انكم تتابعوا معايا مراحل التحضير لان هاد الطريقه غادي تعجبكم بزاف. كنحتاج في هاد البليغات هادو كاس ديال الزنجلان محمر ومدعوق بحال هكا، كاس بحال هذا، كاس د العنبة عادي اللي كلشي كيعرفو. كنحتاج كاس ديال الماء، كنكملو بما زهر، كاس ديال الزيت نباتية، بيضة وحدة، شوية ديال القرفة، شوية ديال النافع غير شوية منكتر، شوية د الملحة، شوية د الملحة ديال المسكة الحرة. تنخلطهم معاه، كنضيف البيضة، كنضيف الكاس ديال الزيت، الماء وما زهر، كنخلط كلشي. نحاول داك الزنجلان نطلقو هو الاول باش ما يبقاش مكور، ثم الدقيق تنبقى نضيفو شويه بشويه على حسب الخليط. هذا هي الدقيق الفورس، الدقيق الابيض. مجرد انها كتجمع مزيان وصافي، ما كنبقاوش نعركوها بزاف، خصنا غير تجمع بحال هكا باش ما تنشفليش العجينه. كنديرها في بلاستيكه نقيه، كناخذ شي حاجه فاش نبدا نحط، كناخذ طريف ديال العجينه كنطلقها بالدلاك. تناخد قطعة مربعة، اصلا هما خصهم يكونوا مربعات الا بغيناهم يجيونا قد قد، من الاحسن ان نستعملوا قطعة بحال هكا. الا ما كانت شيء عندنا نستعملوا هنا عمره، نحاولوا نجيبوا المربعات كلهم قد قد. والبقية ديال العجينة ما تنعجنهاش، تندير هي طرف على طرف وتنعاود نطلقها. وهاد المربعات هادو تندير لهم بحال هكا وتنضغط عليهم في الوسط بحال هكا، وكنبقى كنحطهم في شي غطار ولا بلاطو حتى كنكمل هاد العمليه كامله. ملي تنكملو بالتصواب ديال هاد البليغات كنحتاج الزيت باش كنقليهم، الزيت الكافي يعني باش انهم يغطسو فيها. كنحتاج العسل، عندي هنايا العسل اللي سبق لي صوبته في الدار، العسل هي ديال السكر، زدت عليها واحد شويه ديال العسل الحره، كل واحد عينو ميزانو شحال اللي عندو. عندي هنايا الصفايه باش ملي تنقلي في الزيت ونعسل في العسل كندير هنا باش داك العسل الزايد كيقطر. وهاد العسل هادي الا بغيناها تلصق لنا على الحلوى الشباكيه ولا هاد البليغات ولا اي حاجه، نزيدوها معلقه ديال الجلوكوز. الجلوكوز هو هذا،
هاد الجلوكوز كيساعد هاد العسل على انها تلصق. انا في الحقيقه ما كنديروش دائما، انا درتو دابا لان بزاف الناس سولوني علاش دوك الحلوى الشباكيه ولا البريوات ديال الزنقه اللي تنشريوهم تيكونوا تيلمعوا العسل لاصق عليهم، هذا هو السر ديالها، هو هاد الجلوكوز. انا شنو كندير اللي ما بغاش يدير الجلوكوز يدير بحالي اللي كندير انا. ملي كنسالي كندير كلشي في علبه وكنفرق بالبلاستيك وكندير في الكونجيلاتور مباشره. داك الشباكيه تتبقى شاده في العسل ديالها. دابا غادي نخلي هاد العسل حتى تسخن مزيان وغادي نطفي عليها، لان خصني نعسل ما خصهاش تغلي. العسل كل ما غلات كتفقد الماء اللي فيها وكتقصح وكتبقى قاصحه على وجه داك الحلويات او المعسلات. وملي كنحسو بها بردت عاوتاني كنشعلو عليها تسخن. غادي نزيدها واحد شويه ديال الماء زهر، تقريبا واحد 4 المعالق كبار ديال الماء زهر غادي نزيدهم. تيبان لي بان الزيت راه سخنات. هاد البليغات هادو قبل ما نهزهم ونلوحهم في الزيت كل وحده غادي نهزها نبرك عليها مزيان باش ما تحلش في وسط الزيت بحال هكا. ما تنساوش بان وجهها مغلوق، يعني ما نبقاوش نعطيوها الطياب بزاف حتى تحرك. العسل ملي كتسخن كنطفيو عليها كنخليوها شاعله. ملي تنحسو بها انها تحمرات راه كتكون باينه، من الاحسن اننا نهزوها نديروها شي شبكه تقطر من الزيت، لان شفت فيها بان كاين بحال هكا هاد التكات هادو يمكن يكونوا عامرين بالزيت، فمن الاحسن اننا نقطعوها نقطعوها مزيان عاد نديروها في العسل. نخليها واحد دقيقه تقطر، هي شويه ماشي بزاف، ما خصهاش تبرد نهائيا. وعاد نهزها ونديرها في العسل بحال هكا، نحاول نغطسها غير شويه باش ما تهرش. حسيت بان العسل بردات يمكن لي نعاوتاني نشعل عليها البوطة باش تسخن. ونعاود ندير هنايا هاد البليغات. دابا غادي نخليهم في العسل حتى تقرب هذه توجد، عاد نزولهم باش يشربوا العسل مزيان. ملي كتسخن العسل كنطفي عليها دائما، فوق ما كتشعل العسل كتغلي العسل كنطفي عليها. صافي ملي كيقرب هذا يتحمر كنهز هادو. نديرهم يقطروا من العسل تاعهم. وهاد البليغات هادو محدهم سخان،
ندير عليهم شويه ديال اللوز محمر ومهرمش. من بعد ما كنكمل الشكل النهائي كيكون هو هذا. هانتوما كتشوفوها كيفاش دغيا كتهرس لانها ما كتجيش فيها البطعه، كتجي مقرمله، كتجي مورقه بحال هكا. كنتمنى انكم تجربوها لانها لذيذه لذيذه وسهله واقتصاديه وعمليه، وخصوصا ملي كيتوسط رمضان هكاك ولا كيقرب يخرج كتسال لنا الشباكيه، وكنعرفوا بان هاد المعسلات هادو ما تنقدوش نستغناو عليهم. فهذا اقتراح بسيط وسهل اللي بغى يديرو، ما كياخدش بزاف ديال الوقت. الى عجبتكم حلقه اليوم ديروا جيم لا فيديو، وتشاركوا معايا في لاشين ديالي ملح حلو اليوتيوب وفي لاباج فيسبوك ملح حلو. وبالصحه والراحه.